الآن يقول كلها مباح المؤلف رحمه الله تعالى إلا آية الذهب والفضة. تمام. عندنا آية الكفار. آية الكفار يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أن نعلم طهرتها طاهرة، نتيقن نجاستها نجسة، ماذا نصنع؟ نغسلها قبل الاستعمال. الآن تأتينا آنية من الصين ولا لا يا شيخ؟ أغلب الأواني الآن تأتينا من الصين، يقين نتيقن إيش طهارتها أو لا؟ نعم استعملها ولا إشكال، حتى ولو لم تغسلها ولا شيء، لكن تيقن نجاستها. طبخوا مثلا فيها خنزير أو كلاب أكرمكم الله، إيش نصنع؟ نغسلها. تمام. شككنا، نرجع إلى الأصل. إيش الأصل؟ الطهارة. تمام. إذن عندنا لماذا يذكر الفقهاء رحمهم الله أصول؟ ليش؟ حتى تبني عليها، حتى ما توسوس، تذهب عنك الوساوس يا شيخ، لأنه ممكن يوسوس الآن. قال لا، الأصل الطهارة والحل الآن هكذا، ويبني لك أصول حتى تبني عليها عند الخلاف، عند التنازع، حتى لا تفتح أبوابا للوساوس. وأكثر الأبواب التي يأتي فيها الوسواس باب إيش؟ طهارة. مفهوم؟ تمام. بالنسبة للحيض، والحمد لله ما في أحد يحيض معنا في المسجد، وهذا من نعم الله، والله من نعم الله سبحانه وتعالى علينا، أنه الحيض كان مختصا بالنساء، والله سبحانه وتعالى ذكر هذا، يعني هذا الباب ذكره في كتابه وذكره النبي عليه الصلاة والسلام. والباب هذا يقال أنه أعلم الناس بهذا الباب من؟ النساء، وانتهى الأمر، اعتبروا انتهى كتاب إيش؟ الحيض. الحيض أخواننا، يقول النساء في الحيض ينقسمن على ثلاثة أقسام: معتادة ومميزة ومتحيرة. انتبه إلى هذا الترتيب، ترتيب الفقهاء عندما يرتب الفقهاء شيئا انتبه إلى الترتيب، لأنه الترتيب له قصد. أحيانا مثلا يرتب لك أركان الصلاة، يقول القيام مع القدرة، تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، الترتيب مقصود، لأن العلم يا شباب إذا دخل هنا مرتب بإذن الله متى شئت يخرج مرتب. مفهوم؟ أما يدخل مشوش يقول لن يخرج إلا إن شاء الله. سيأتي معنا مثلا هنا في باب الإرث مواريث، يقول الوارثون من الرجال، من هم؟ يقول اللهم صل على محمد، الجد والعم الشقيق. هذا ما فهم، هذا ما سار على طريقة الفقهاء. مفهوم؟ لا، يقول الابن وابن الابن وإن نزل، والأب والجد وإن علا، أخ شقيق، أخ لأب، أخ لأم، صح، ابن أخ شقيق، ابن أخ لأب، عم شقيق، عم لأب، ابن عم شقيق، ابن عم لأب، زوج معتق. مفهوم الشيخ؟ لأن العلم دخل مرتب يخرج مرتب، لكن يدخل مشوش لن يخرج إلا إن شاء الله. فالنساء في الحيض ينقسمنا ثلاثة أقسام: الأولى معتادة، تأتي بعدها في الترتيب مميزة، بعدها متحير، ترتب على هذا الترتيب. فأي مرأة تأتي نقول لها أول شيء أنت معتادة، تقول ما معنى المعتادة؟ يقول لك عادة معلومة تأتيك كل شهر هجري، طبعا الاعتبار دائما عندنا في الشرع أشهر هجرية. تمام. قالت نعم، ستة أو سبعة أيام، فهذه إيش؟ معتادة، تجلس العادة التي كانت عليها، وما زاد عن هذا فهو استحاضة وانتهى الأمر. مفهوم؟ تمام. الثاني مميزة، ليس لها عادة معلومة، لكن تميز دم الحيض من دم الاستحاضة. تميز بماذا؟ باللون. دم الحيض أكرمكم الله دم أسود، تميز يعني الجرح، الآن لو جرحت الآن لا ينزل دم أسود، دم الحيض دم أسود، له رائحة دم الحيض. نعم. طيب، فهل تميز دم الحيض من دم الاستحاضة؟ قال نعم. فنقول لها الذي تميزي أنه حيض فهو حيض، والآخر استحاض، انتهينا. جاءتنا الثالثة، هل لك عادة معلومة؟ قالت لا. هل لك تمييز معتبر؟ قالت لا. من أنت؟ متحيرة. هي متحيرة في نفسها وحيرتنا معها، ماذا نصنع؟ نقول ترجع إلى غالب عادة النساء، نساء من؟ أقربائها اللي حولها، أمها، خالتها، بنت خالتها. كم العادة عندكم في العائلة؟ تقول والله العادة عندنا ستة أيام، إذن نقول
تحسب 6 أيام حيض وما زاد استحاض. وأعلم الناس بهذا الباب من؟ النساء. وإذا شكت المرأة هل هذا حيض؟ شكت فالأصل عندها الطهر أو الحيض؟ الطهر طبعا. هنا تمام وباب طويل. المهم أننا أخذنا الآن شيء منه في هذا.